أول شيء شركة الفنر هي ليست شركة وليدة، هي شركة تاريخ تأسيسها سنة 2008، انضمت مؤخرا لمجموعة MBK القبضة، شركة قبضة كبيرة عندها حوالي 19 شركة بتشتغل في عدة مجالات. مؤخرا انضم ليها مجال المقاولات اللي هو شركة الفنر العالمية للإنشاء والتعمير. شركة الحقيقة عندها عدد كبير جدا من الخبرات والمميزات والإمكانيات الفنية والبشرية. عندنا مهندسين في مجالات متعددة، كهرباء، تحكم، ميكانيكا، سيفل، إلكترونيكس. عندنا خبرات في مجال الزراعة، مجال الإنشاء، مجال بيوت، بناء البيوت، مجال الستيل ستراكشر، مجال الحديد. الحقيقة المعرض احنا بنشكر الظروف انه اتأخر، لان احنا كنا محضرين تحضيرات كبيرة جدا، ولكن بفضل انه اتأخر احنا حضرنا تحضيرات زيادة، فبقينا مستعدين اكتر لمواجهة الجمهور في المعرض، خاصة في ظل التحديات بتاعة ظروف كورونا وبعض الإغلاق الشديد شوية داخل البلاد. لكن احنا مستعدين للمعرض بقوة، مستعدين بأجهزة جديدة، مستعدين بسمارت تكنولوجي لمعدات إن شاء الله تكون موجودة جوه بيتك، زراعة ضوئية، سمك جوه البيت، عسل جوه البيت، عسل بيتجمع لوحده، ونباتات بتطلع من غير شمس ومن غير اي مواد كيميائيه، كلها عضويه. كل ده هيبقى مفاجاه ان شاء الله جوه المعرض، مش عايز احرقها عشان الناس تقدر تيجي تشرفنا في الجناح. صراحه في ظل وجود الكورونا وظل برضو الليميتيشن بتاع تحركات الناس، بس احنا متوقعين ان بعد رمضان، خاصه في وقت المعرض الجيد، ان المشاركه تكون قويه. الناس بتحب تخرج، الناس بتحب تغير جو وتغير المود، فهتزور المعرض بكثافه. اما عن جناحنا، نتوقع يكون افضل جناح في المعرض. مشاركتنا في المعرض السنه دي هتكون هي تقريبا المشاركه الاولى من نوعها، ولكن هتكون مشاركه متميزه. احنا حريصين دايما ان احنا ما نكونش مشاركاتنا تقليديه، وانما تكون مشاركات متميزه. ممكن نشارك بصوره نوعيه في اريا صغيره، ولكن تكون مشاركه تركت بصمه وتركت اثر كبير عند الناس. المعرض اظن انه هيكون اضافه للبلد، خاصه في ظل حركه الكورونا اضعفت شويه حركه التجاره والسوق داخل كل العالم، مش داخل بس دولتنا، ولكن في شتى ربوع الارض التجاره اتاثرت والعمل كمان اتاثر. ولكن احنا هنا في الدوحه ان شاء الله المعرض هيكون نقطه انطلاق لكثير من الشركات، في مقدمتهم ان شاء الله شركتنا باذن الله، شركه الفنر.